ما حنول هاد الناس هادو كل عام يدوا الواحد يخليو بلاش يخليو يطلب حشومه راه يخليو يطلب على السيده هو خلاو يطلب باش يديو ضروب من هنا يديو الفول من هنا يعني يقدروا يقتلوا ولا يكون خرج شي واحد يقتلوه بان لي شي واحد يقتلوه ايوا الفراقشيه ما غاديش يعقلوا عليه ما يعرفش اللي يدخل هذه الفراقشيه راه ما يعقلوش على هذا السيد هذا اللي خرج راه غادي يضربوه بالسيف غادي يضربوه أنا معكم حسن الوهاب رئيس جمعية الأصالة الفروسية التقليدية ومقدم ديال الصربة هنا بالمنطقة وجارد الناس هادو اللي وقع عليهم هاد الحادث هذا فهمتي اللي بقاو فينا مساكن الناس دراوش وما في حالهمش وداو لي بهيمات وكاملين ولا تيتقوت منهم والله إلا كنلقانا سارح ديما في جناب الطريق هذا ما عنده لا بلاد لا والو بعدا والظاهرة هذه ديال الفراقشية كتجدد كل عام فهمتي من عام لعام كتعاود تجدد وكتجدد بواحد الطريقة اللي شوية مطورة فهمتي باش غيجيو يحطوا الغلم تبن باش تسكت هادي حيت ما فيهاش الخروف خاصها تسكت ما تدويش ويخدموا على خاطر مومالي ودابا كنطالبوا حنايا كساكنة وكمتضررين وكشعب كنطالبوا بدوريات ديال الأمن ديال رجال الدرك وكنطالبوا من وزارة الفلاحة حتى هي تدخل بحال هاد المسائل هادو بالنسبة للسرقة ماشي خاص أي واحد يتعود واش يتسرق صافي راه تسرق ليه بهيم وهذا يعني تابعوا الوزارة الفلاحة هاز العلف وهاز كريدي من القرض الفلاحي وبزاف ديال الحوايج باش هو يعيش هاد البهيم هادو ويجي واحد غادي معرقة بوفا ولا معرقة فانيد غايجي يجمع ليه ورزق ويدي ليه وكل النفر يكون خرج هو واحد كاع لانه هو راه ساكنين معاه بهيم وساكنين معاه كون خرج يقدر يضربوه ويقتلوه هذا هو اللي وكنطالبوا من كاشي اللي كنطالبوا من دوريات ديال الجندارم رجال الدرك هنايا في هذه المنطقه عندنا لان حنا درك كلشي ولا مخلوع وحنا في الخلا هنايا ما عندكش حتى الرزق قليل فهمتي هذا هو اللي وكنشكروا القناه ديالكم وتحية لكم ونطلبوا من الله يعوض هاد الناس هادو اللي ضاع وهذا الشيء اللي كنقولوا هذا هو